السلام عليكم ورحمة الله. شوفوا يا جماعة الخير، عندي هذه النخلة، هذه بحيبها، يعني بستغل الجمر اللي فيها. بسم الله نبدأ. شوفوا يا جماعة الخير، يعني بدل ما اركب السلم شوي في نوع من الخطر، لكن عقلها وتوكل. انا بقصها هنا بالمنشار وبعدها تحت وبعدين بحيبها. بسم الله نبدأ. بربطها بحاول اسحبها، يمكن يعني تعض الماكينة، تكسر الماكينة من ناحية الأمان. بسم الله. هالطريقة. الحين أنا بقص خصها وبحيبها، وهذا اليد بلقى هكذا. هكذا سقطت، يعني ساندت على هذا الحبال. هذا اليد بات خاويا. بسم الله. الحين بعد ما قصيناها نبدأ بالتحييب. بسم الله نبدأ. لازم نشيل بالكربة كربة ولا ما يستوي. الحبة حبة.